أنك تساعد إنسان محتاج أو بحاجة للمساعدة، هذا من أسمى أعمال الإنسانية واللي هو العمل التطوعي. ما فيك تتخيلي انه في انسان بحاجه لمساعده وما تلبيه. مجرد ما فتي بهالعمل التطوعي انت بدك تكوني قد هالمسؤوليه، فهو بده يكون اولويه الاولى هو العمل الانساني بصراحه. محمد علاء الخضري، متطوع بمؤسسة سوريا بتجمعنا. هلا عم نحضر على العيد كمان، مثل ما قلت لك انه بدنا نكفي كمان عدد كبير من دور الايتام، ناخذ لهم الالبسه للاطفال، ممكن دور ايتام، عندنا دور مسنين كمان مطروح على الفكره، ناخذ لهم ملابس. بالنسبة لمشروع دوائي هو الخاص للمرضى المصابين بأمراض المزمنة، الضغط والسكري والقلب والربو عند الأطفال، فبس لتتم الموافقة طبعاً على كل مريض لكل حالة بحالتها بيكون عنده هاي البطاقة، هي اسمها بطاقة مريض، بطاقة طبية، وفي صيدليتين معتمدتين بيروح للصيدليته بياخد الأدوية اللي هي حسب الوصفة الطبية اللي هو جاب المريض وحسب مرضه، وبيعطي أدويته لكل شهر بشهره لمدة سنة، وهو طبعاً كل سنة في تجديد لأنه هو مشروع مستدام. هلأ هون نحن هالغرفة هي غرفة لحملة اسمها حملة التنفس، وهي الحملة اللي نحن كانت موجودة أكثر من 3 سنوات وقت للأسف انتشار وباء كورونا، فهي حملة إعارة مريدات الأكسجين بشكل مجاني لمرضى اللي انصابوا بالكورونا، وإن شاء الله الله يكشفي كل المرضى يا رب. وهي الحملة مستمرة لغير المرضى اللي هن المصابين بوباء كورونا اللي هن له علاقة شيء بالتنفس وبالأكسجين، بإعارة هاي المريدات الأكسجين بشكل مجاني.